مباراة الهلال ستكون بمثابة الإعداد الجيد لمباراة السوبر وأيضا استئناف مسابقة الدوري الممتاز. طبعا أكيد مباراة مهمة بالنسبة لنا لأن احنا بنقابل طبعا فريق كبير زي الهلال، وعلى استعدادنا لمباراة السوبر وعودة الدوري إن شاء الله في فبراير، فده بالنسبة لنا حاجة جيدة. وطبعا تكريم لكابتن عبدالله شريدة اللي هو نجم نادي الهلال، وإن شاء الله تكون يوم جميل يسعد كل الموجودين هناك سواء من الأخوة السعوديين أو المصريين اللي متواجدين في السعودية في الرياض. إن شاء الله تكون مباراة يعني مليئة بالجمهور وأداء الفني والأداء الراقي للفريقين من ناحية السلوكية والأخلاقية، هي إن شاء الله اللي تكون يعني التتويج لهذا المهرجان.